السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الشيخ عماد أبو صيام. اليوم إن شاء الله بناء على رغبة المتابعين طلبوا منا طريقة عمل اللبن الرايب في البيت، طبعا طريقة ترويب الحليب تحوله للبن رايب. طبعا قبل ما نتكلم طريقة ترويب اللبن في البيت أو عمل اللبن الرايب في البيت بكل بساطة وسهولة، بطلب للجميع عمل اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكوا كل فيديو جديد في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في عنا هون لعمل اللبن الرايب 3 لتر من الحليب وكاسة لبن رايب، يعني كاسة كبيرة 3 لتر حليب. الآن احنا بنغلي الحليب على النار، أهم شيء انه نغلي الحليب حتى يعني يوصل درجة الفوران. الآن نلاحظ أنه بلش الحليب بالغليان، بعد ما نغلي الحليب بنرفعه عن النار وبنتركه حتى يبرد، يعني حتى يعني تصل حرارته لدرجة 38، يعني بحيث أنه لما نحط إصبعنا في الحليب أنه إصبعنا يتحمل الحرارة، هيك بيكون الحليب جاهز للترويب. الآن بنصب كاسة اللبن الرايب على 3 لتر حليب درجة حرارة 38، وبنحرككم تحريكة خفيفة، وبنحط عليهم غطاء وبنحطهم في مكان دافي، أهم شيء يكون المكان دافي، وإذا كان المكان مش دافي بنلفهم في بطانية أو في حرام وبنتركهم مدة ما تقارب 3 إلى 4 ساعات. الآن بعد مرور ما يقارب 4 ساعات راح نشوف كيف أصبح الحليب، نلاحظ أنه أصبح لبن رايب. الآن بنحطه في الثلاجة ونتركه حتى يبرد تماما قبل ما نستعمله. الآن بعد ما خرجناه من الثلاجة وتم تبريده راح نشوف كيف أصبح اللبن الرايب. وهيك بتكون طريقة عمل اللبن الرايب أو صنع اللبن الرايب في البيت بناء على رغبة بعض المتابعين طلبوا مني طريقة عمل اللبن الرايب في البيت. طبعا احنا عملنا لكم اياها بطريقة جدا سهلة وبسيطة. وإلى اللقاء، معي أنا الشيف عماد أبو صيام في طبق آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.